نفذ يمنيون أمريكيون تظاهرة حاشدة أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي ترامب القاضي بحظر سفر مواطني 7 دول بينها اليمن. واستغرب المشاركون في التظاهرة من إصرار البيت الأبيض على تنفيذ قرار الحظر الذي صدر في مارس الماضي رغم معارضة قضاة فيدراليين ورفض كثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية الأمريكية لهذا القرار. التظاهرة التي نظمتها الجالية اليمنية ومنظمات حقوقية أمريكية أكدت على ضرورة التراجع عن هذا القرار الذي وصفه المتظاهرون بالعنصري ضد المهاجرين. وقد أدى قرار الحظر إلى بقاء بعض اليمنيين عالقين في المطارات وفقدان بعضهم لفرص العمل والدراسة، وخسر الفائزون باليانصيب الأمريكي حلمهم بدخول أمريكا، بينما أعاق القرار أعمال يمنيين داخل السوق الأمريكية خصوصا منهم تجار البني اليمني. وفق تقديرات رسمية فإن عدد المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى نحو 150 ألف يمني، بينهم 50 ألفا حاصلون على الجنسية الأمريكية. كانت رسالتي الرئيسية أن نحن يعني هنا في السفارة. وكانت جمعية يمنية أمريكية قد نجحت في رفع الحظر عن 5 يمنيين شملهم القرار، لكن مستقبل يمنيين آخرين ما زالوا عالقا في ظل تخوف جمعية التجار اليمنيين الأمريكيين من تقاعس وتباطؤ السفارة اليمنية في متابعة القضية لدى الجهات الأمريكية. القرار الأمريكي بحظر سفر اليمنيين لأمريكا لا يضر فقط اليمنيين الأمريكيين بل يمس مصدر عيش كثير من الأسر داخل اليمن، لكن اليمنيين الأمريكيين يراهنون على القضاء الأمريكي والمنظمات الأمريكية في إفشال هذا القرار.